21 سبتمبر 2020 صباح جديد بنرافقكم فيه في برنامج شمس البحرين ونستعرض محطات مختلفة لحلقة يوم الاثنين. صباح الخير والنور والسرور إيمان بداية. صباح السعادة والورد. اليوم أنا فيني طاقة شيء وايد كبير. بتعوضين عن أمس. عن أمس. أكيد أصبح عليكم بالخير مشاهدينا. نسمع قال لكم حازم اليوم حلقتنا راح تكون خفيفة ومنوعة، لكن في البداية أكيد حازم حابين يعني نذكر المشاهدين إن إحنا كفريق البحرين نواصل بعزم لمواجهة فيروس كورونا COVID-19 اللي خفض معدلات انتشار فيروس كورونا تتطلب إن نلتزم أو تلتزم البحرين وبمشاركة فاعلة من الجميع. بلا شك إيمان، ونحرص بالالتزام لمصلحة الأقارب والمجتمع والوطن، وإحنا قادرين نحول الخطر إلى أمان ونحول الخوف إلى طمأنينة، وكلنا إن شاء الله بنواصل بعزم. إن شاء الله أكيد. نبتدي صباحنا اليوم فقرة المشروب الصباحي والكوفي. والكوفي أنا هالأيام ما تشوفني وايد أشرب كوفي، خلاص تعودت من البرنامج. أتحاول أنت تتأقلمين؟ أحاول يعني شوي شوي. تسمح لي أروح؟ خذي راحتك إيمان. يلا هي هلا ويا مرحبا فيك سالم، شلونك شخبارك؟ عساك طيب. أكيد نرحب فيك في شمس البحرين طبعا سالم من كوفي 48. نرحب فيك اليوم، راح نسوي إن شاء الله شغلات جديدة. في البداية قول لنا إيش راح نسوي اليوم. اليوم نسوي الفي 60 اللي هو القهوة المقطرة. هي اللي يستخدمون لها القهوة المختصة. أي. واليوم نستخدم قهوة هندوراس. من البداية تطرق جهزت أنا تطرقت لهذه الأدوات. أي. حق تكون يعني هوم ميد أو للمكتب بسعر باهظة، الكل يقدر يستخدمها في يعني كل من يقدر يشتري هالأدوات بالضبط. يخليها عنده في البيت في المكتب في أي مكان بالضبط. إذا هو يحب القهوة المقطرة أو المختصة والأجهزة بسيطة. أي نعم بالضبط، أنت تطرقت لها تكون متناول الجميع يعني. صح الكل يقدر يحصلها وتكون يقدر سهلة. أي نعم. أولا نوزن القهوة. توزن القهوة تكون القهوة من 10 كل جرام 15 جرام ماي. ماي. نعم. لازم تكون في حسبة توافق بين القهوة وبين الماء. بالضبط بالضبط. مع كل جرام كوفي 15 جرام ماي. ماي. أوكي. أي نعم. حازم مهتم لأنه هو وايد يحب البلاك كوفي. نبي نحفظ شوي. المرة اللي طافت ما حفظنا. تمشون بالحبة على الوزن. بالجرام. كل قهوة لها يعني طحنة مختلفة. بالضبط مختلفة عشان الإيحاءات تطلع اللي هو الفليفر حق القهوة. الحين احنا وزننا القهوة بعدين بنحطها عشان نطحنها صح؟ الحين بنطحنها. وش قاعد تاخذ عملية الطحن تقريبا؟ الطحن والله من نص دقيقة ل 20. التوقيت مهم؟ اي نعم. لا تحسب له طحنة كطحنة مو مهم التايم. ايه. لا التايم المهم في وقت العملية اوكي التقريبا. اما انك تطحن البن عادي في اي لا اهم شيء اللي تشوفه انت مناسب. اي نعم بس لا حسب بتكون حسب المشين حسب نفسه. المشين ايه. بس التايم بيكون في عمليه التقطير بس مهم بعد ان انت ما يعني ما تطحن كميه اكثر من حاجتك على اساس انه تعرف الحسبه الصح. لان اذا اعتقد طحنت البن وخليته اعتقد يفقد شويه من خواصه خواصه. نعم حازم والله ما شاء الله عليك معلوماتك في القهوة تمام. بنخلص من هني إن شاء الله بشمس البحرين مشروع الجاي إن شاء الله كوفي شوب. إن شاء الله. يكون الماي بعد له درجة حرارة معينة. يعني أنت حسب تكون هي القهوة كذا مرة عشان تطلع فيها أفضل ما في القهوة. يعني ساعات تستخدم 92 90 91 ل 8 ل 89 89 وطالع لا مو بلي طالع ليه تقريبا ليه 92 بس ماكسيمم 92. اي نعم هاي درجه حراره الماء درجه حراره الماء.
الحين احنا حطيناها على فتحتاج الابريق اللي يكون فيه درجه حراره اللي تقدر تتحكم في يعني كل شيء بالوزن كل شيء بالتايم بالضبط بالضبط اول شيء بنغسل الاداه اداه الفيشكستي هذه الحركه شكلها خطيره بس هاي الماي بتغيره يعني اي بغيره إيه. انا ودي اسالك عاثم بس ليش تم اختيار 48 كاسم احس يعني الرقم دائما انا ودي اعرف شنو وراء اختيار الرقم والله هي بالبدايه كانت كان يعني هو المشروع كان مشروع اثنين من خواتي اثنين من خواتي ف هم ان اول شيء بداوا يسوون قهوه من 2018 زين فكان اختيارهم ل 48 ان تشرب القهوه وتسهر 48 ساعه يعني في هدف من وراء اختيار الرقم اي نعم وجه لهم تحيه طبعا اذا يشوفونا نايله وحصه حلوه الفكره ها الحين نبتدي اول شيء نوزن نصفر الميزان اي زين بتكون نبتدي في الشق التايم التايم هي على اربع مراحل اول شيء نرطب القهوه هي تقريبا 60 عشان ما تكون متماسكه صح اي نعم ننتظر لي نحركها لأن عشان الفقاعات تطلع منها تخاف انت قلت مساعة شغلة وانت تسولف مع حازم قلت التايمينج مهم وقت ما نحضر القهوة بالضبط بالضبط مهم جدا مهم يعني انت تصب كمية من الماي اي نعم اللي هو 15 جرام اول شيء وتوقف لا مو 15 جرام اول شيء 50 اول شيء من 50 ل 60 جرام اوكي ماي. وتوقف اي نعم توقف مدة كم؟ ليه ما نحس القهوة؟ ليه ما ينزل ماي؟ خلاص يخلص ليه يوصل السطح سطح القهوة بعدين نبتدي مرة ثانية نصب الماي. ودي أسألك سالم هل من قهوة لقهوة تختلف في عملية التقطير؟ إي نعم إي نعم إي نعم حسب ما يعني بعض القهوة تعطيك مثلاً إيحاءات ثانية في تايم ثاني. حلو. كروتين إن أول ما يأخذ القهوة أول شيء تطلع إيحاءات القهوة الصح بعد من التحميص من أسبوعين لثلاث أسابيع أو شهر. أوه. بعدين تطلع لك يطلع الطعم. الطعم. وعلى كل نوع قهوة تقدر أنت تتأقلم معها. بالضبط. بالضبط. أنت تشوف الأنسب بالنسبة حق. يعني أنت وإحساسك. وأنت إحساسك. إيه. إذا على إحساسي لا. بتتطورين إن شاء الله إيمان مع نهاية مع الموسم إن شاء الله. إيه نهاية الموسم. إحنا طحنا 20 جرام. يعني تقريبا 300 يكون 300 جرام ماي. اتوقع هذه القهوة يعني تاخذ وقت بس الناس ينطرونها الصراحة، أنا أشوف لما أروح محلات الكوفي ينطرون القهوة لين ما تجهز يعني ليش؟ بس لأن لها ما شاء الله مراحل يعني. بالضبط بالضبط لها تايم تقريبا تاخذ من خمس أقل شيء تاخذ خمس دقائق. بس هي هذه الطريقة التقليدية. الأساسية للكوفي. إيه نعم إيه نعم إيه نعم هي تقريبا تقطير حق الأمريكية يعني. يعني أنا أشوف من 70 إلى 80% من اللي يشربون بلاك كوفي يستخدمون ذي الطريقة. يمكن هي الطريقة الأنسب. مو الطريقة الأنسب هي بعد كل قهوة تختلف حق الأفضل لها في تطلع الإيحاءات. يعني بعض القهوات مثلاً الإيبريس بعض القهوات الكيميكس حسب بعد. اللي يستحبب الأداء يستحبب
شرب يعني، لأن كل أداة تفرق في يعني الطعم. يعني اختيارك لنوع القهوة جدا مهم. بالضبط بالضبط، جدا جدا مهم. وحسب في مثلا قهوة مثلا فروت فروتية، في قهوات مثلا اللي فيها طعم شوية. بالضبط، في في قهوات مثلا الحمضية، وفي قهوات مثلا تروح صوب ال مثلا الكاكو. يمكن الفترة اللي طافت حازم كنت أقول لك إن لو بشرب بلاك كوفي بشربه هو يكون فيه ثلج، إنه يكون بارد. يمكن لأن أنا ما أشرب الأشياء الحارة. بس سالم، هل تفضل إن القهوة السوداء تكون حارة ولا تكون باردة؟ أنا صراحة على الموسم. يعني الصيف في الصيف باردة. باردة. وفي الشتاء؟ في الشتاء الحارة. هي بس هاي هي نفسها اللي نعم. هو الكوفي اللي بالتقطير. اللي هو في هل ممكن ينشرب مع ثلج؟ نعم نعم نعم. تقدر. بس المرة الجاية بشربها ويا ثلج حازم. الحين إحنا بنصب حق حازم. أول شيء. عشان نحافظ على حرارة القهوة نغسل الجلاس أو الكوب نفسه. والله مراحل كثيرة حازم، أنت من عشاق القهوة السوداء، هل ممكن تنطر كل هالوقت على ما تشرب قهوة؟ صراحة صعب. بس تبي تأخذ من بس هي قفشة تحطها وما يحار وانتهى الموضوع، لأن أنت إحنا في عصر السرعة، تبي تخلص بسرعة بسرعة. بس موضوع القهوة ذي تحس يعني إن التعب يستاهل والوقت اللي تنطره يستاهل. ممكن القهوة مزاج ترى حازم، يعني الواحد يصبر عشان القهوة. أنا والبي آي بسرعة بسرعة مال البرنامج. أنا بودي حق حازم. بس أكيد نشكرك سالم لوجودك اليوم ويانا في شمس البحرين. العفو يا مرحبا. إن شاء الله باشر ننتظرك في طريقة جديدة وقهوة مختلفة إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. يلا حازم صوبك البلاك كوفي. نشوف القهوة. يلا قول لي. بسم الله. لا أقول أش تستاهل التعب والنظرة. تستاهل صراحة. يعني تستاهل 5 إلى 7 دقائق القهوة. هو قال يأخذ له تقريبا 5 دقائق. من 5 إلى 7 دقائق. أنا ممكن أنتظر بعد 10 دقائق. بس مو أنا أسويها. أوكي. أنت ما تحب المراحل. لا العملية صعبة صراحة. ليحين يدنا ما خلت. إن شاء الله إن شاء الله مع الوقت. أكيد. بننتقل مشاهدينا لفقراتنا الأسبوعية مع الأستاذة الدكتورة أمل الجودر. شنو سالفة اليوم؟ نتابع في التغذية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسالفة جديدة من سوالف أمل، واليوم بقول لكم عن نافذة جوهري. شنو نافذة جوهري؟ جوهري هذه عالمين اثنين نفسيين خذوا اسم أمريكان، هما خذوا اسم الأولي من جون والثاني هاري وسموها جوهري. شنو تقول هذه النظرية أو هذه الأداة؟ تقول إن الإنسان في حياته 4 مناطق. منطقة مفتوحة، المنطقة المفتوحة اللي هو يعرف الأشياء عن نفسه، والناس اللي يعرفونه واللي دار مداره واللي يتعاملون معه بعد يعرفونه عنه، فعشان كذي سموها المنطقة المفتوحة. في منطقة يسمونها المنطقة العمية. المنطقة العمية الإنسان هو نفسه ما يعرفه عن روحه، لكن اللي دار مداره يعرفونها عنه، وهذه تكون فيه العادات اللاواعي اللي الواحد يسويه بدون حسية وبدون حضور يعني حسيته عنده، فبالتالي صار ان الناس يعرفونها عنه بس هو ما يعرفها. وفي منطقه يسمونها المنطقه الخاصه. المنطقه الخاصه هذه اللي هو الانسان هو عارف عن روحه بس الناس الثانيين ما عارفين عنه، وهذه طبعا اسراره ومنطقته الخاصه اللي ما يبي احد يعرفها. لكن في منطقة رابعة اللي هي المنطقة المجهولة. المنطقة المجهولة شلون؟ معناتها انه هو ما يعرفه عن نفسه والناس الثانيين بعد ما يعرفونها عنه. زين خليني اقول لكم قصه انا صارتني وعرفت فيني شيء يعني فعلا كان بالنسبه لي جدا جدا مجهول. من كم سنه في دكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه سوى امسيه اسمها ايقظ قواك واصنع مستقبلك، وحضرتها. في وسط الامسيه قال يبي متبرع، وانا انا انا انا, أنا لازم يقيمون. المهم قيمني ودوني على المسرح. يوم وقفت على المسرح وشفت الناس قدامي فوق 200-300 نفر قاعدين، وانا مري حتى شابين مني
قلت وين في خاطرك؟ شي حل شي شي مادية روحك يا أمال، تحطين روحك صدق في مواقف بايخة يعني. المهم اللي يقول لي أنت الله يرحمه، يقول لي أنت تستخدمين يدك اليمنى ولا يدك اليسرى؟ قلت له عندي اليمنى. قال حتعملي بيدك اليسرى. قلت له شنو اللي حعمل؟ ياب هذا اللوح، وكان اللوح يعني سيدك لي، وقال لي حتكسري اللوح ده. شفتوا أنا اللوح بس تخرعت، قلت أنا بكسر هذا اللوح وبيدي اليسرى بعد. قال لي إيه وبيدك اليسرى. إنزين طبعاً إحنا نش أسوي؟ والناس تصرخ دكتورة تقدرين دكتورة تقدرين. زين رفعت يدي اليسرى أول طقة طبعاً ما انكسر اللوح. بعدين لما زاد صراخ ال شو يسمونه القاعة، وأنا بيني وبين نفسي يعني حسيت بالفشيلة، شطيت عمري وركبت وجيت وشلون ما كسره. ومرة واحدة حسيت شيء يمشي في كل جسمي، من ريولي من يدي من راسي من كل مكان، وكله يتجمع في يدي اليسرى. هني في هذه اللحظة حسيت إن أنا فعلًا بكسر هذا اللوح، وفعلًا طخ وأكسر اللوح. شلون كسرت اللوح؟ ما أدري. يوم روان اللوح مكسور قعدت أناطر على المسرح، يبي قعدني يبي سكتني، ما في فايدة. لا أبص، لا أنا كسرته، معقولة أني كسرته؟ المهم سويت له فيلم. بس هذه كانت منطقة مجهولة أو منطقة كامنة بالنسبة لي. أما طلعت في الأزمة، أزمة اللي أنا فعلا يعني حسيت بالإحراج، وحسيت أنه مو عدلي يعني بنزل أنا التفويهي. يعني شو يقولون الناس؟ الدكتورة أمل شطت عمرها وراحت وقفت، فكأن يعني حتى حق يعني هويتي حق كينونتي انها بتكون بالنسبه لي فشيله. فحفاظا على وجه وجهي وهذه الازمه سوت عندي هذه القدره الكامنه. وانا اقول كل انسان في عنده قوه كامنه وعنده قوه مجهوله ما يدري عنها، اما تبي اعرفها لما يبتدي يجربها. فاذا انت ما جربت ما عمرك بتعرف شنو عندك من طاقات كامنة، بتتم طول عمرك في المنطقة المفتوحة، المنطقة الراحة اللي هي بالنسبة لك. لكن تبي تتطور لازم تطلع من هذه المنطقة وتروح المنطقة المجهولة وتكتشف شنو الأشياء العجيبة الجميلة اللي الله عطاك إياها. وسلامتكم. بننتقل إلى فقرتنا التالية تحت شعار التطوع من أجل الإنسانية، وفي إطار مواصلة الخطوات نحو تعزيز جهود احتواء جائحة كورونا والحد من انتشاره، أعلنت وزارة الصحة عن إمكانية استقبال المتطوعين لأخذ تطعيم المرحلة الثالثة للتجارب السريرية. وأكيد يسعدنا اليوم استضافة أحد المتطوعين في هذه الحملة، الطبيب الاستشاري دكتور أمين السعاتي. صبحك الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيك دكتور. صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين دكتور. صباح النور والسرور دكتور. بداية خلينا نتكلم عن الدافع اللي خلاك تتطوع لهذه المرحلة. شوف في الواقع الدافع كان شخصي كطبيب كفرد، كان استجابة للنداء الواجب الاجتماعي، الواجب الوطني. نعم. وأيضا كطبيب. نعم. عندنا مهمة إنسانية، وكان هذه استجابة أيضا للواجب الإنساني، لأن احنا كأطباء مهمتنا إنسانية، وأيضا لحتى لو نساهم بجزء ولا بسيط في إنجازات مملكة البحرين وفريق البحرين الوطني بقيادة سمو ولي العهد، نضيف شوية ولو جزء بسيط لهالإنجازات المتميزة لمملكة البحرين. أكيد يعني ما شاء الله دكتور، يمكن أنت والكثير من الأطباء اللي يعني رحتوا وتطوعتوا للتجارب السريرية أكيد لهذا اللقاح، والكثير من الشعب البحريني راحوا وتطوعوا. ولكن دكتور خلينا نتكلم، لما رحت أكيد في مجال أنك تتطوع لهذا اللقاح، شلون شفت التنظيم؟ شلون كان سير عملية التنظيم؟ شلون شفت التفاعل من قبل أيضا الأطباء اللي كانوا يستقبلون المتطوعين لهذه التجارب؟ والله بصراحة أنا ما توقعت يوم رحت مركز المعارض، توقعت ان الوضع بيكون اقل من اللي شفته بكثير. بس بصراحه اللي يروح هناك يشوف التنظيم ويشوف الفريق اللي قاعد يشرف على الفحوصات واللي يشرف على اخذ البيانات واللي يشرح لك برحابه صدر والاستقبال الحافل اللي 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 يعني اللي يستقبلونك فيه، كان شيء مبهر بصراحه. هذه الطرق طبعا كلها انجازات يعني متميزه لمملكه البحرين. الفريق الطبي، وسواء كان الفريق الطبي أو الفريق التمريضي أو فريق المهن الطبية المساعدة،
كلهم كانوا بصراحة يعني على قدر المسؤولية، وكانوا بصراحة يعني ما معاك خطوة بخطوة، يطمنونك، يمشون معاك، يشرحون لك الإجراءات لغاية ما وانت طالع برا، حتى يجون معاك يأخذون لك الموعد القادم. غير كذي حتى الاتصالات اللي تينا من الفريق اللي يسأل عن صحتك، يينا اتصال نفس اليوم وثاني يوم وثالث يوم. يعني بصراحة طريقة الكلام في التليفون، طريقة التعامل جدا 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 راقية. حرصهم يعني الشديد على التواصل معهم. أشكرهم شكر جزيل على يعني على على يعني رحابة صدرهم. على تعرفين هم في ضغوط صح كثيرة. صح. يعني الواحد لما يكون تحت ضغوط كثيرة يفقد أعصابه. ولكن هذولي ما شاء الله عليهم بصراحة، ما أقدر أستثني أي حد منهم في التعامل بصراحة. نعم دكتور، يعني تعاون كبير لمسته من خلال اللجنة الطبية هناك، ولكن الكثير يعني دكتور يبي يتطوع وأمنيته أنه يشارك في هذه المهمة الوطنية، ولكن في هناك بعض التخوفات اللي تلزم بعض النفوس. يعني ان انا ممكن اكون متخوف اني انا اروح، ممكن اصاب، ممكن ان انا اتعب. شلون اطمن هاي الناس على اساس يشارك في هذه العمليه الوطنيه؟ شوف احب اقول لك شيء، انا كمسؤول سابق في وزاره الصحه عندي يعني تجارب وخبرات سابقه في مجال اختيار مو بس اللقاحات، حتى مجال اختيار الادويه. وزاره الصحه مستحيل أن هي تصرح بأي شيء يكون في ضرر على المواطن أو المقيم. وزارة الصحة بجميع يعني أجهزتها اللي هي تعمل جميع ما يلزم عشان تتأكد أن الدواء أو حتى اللقاح أو أي شيء ما بيكون في أي ضرر على الشخص نفسه. أيضا المتابعة المستمرة منهم والتطمينات منهم. ايضا انا ابغى اقول لك شيء، حتى التطعيم هذه نفسه، التطعيم مثل ما قالوا الفريق الوطني ان هذا التطعيم يعني هو عباره عن فيروس معطل وليس فيروس حي، فلا يمكن ان يصاب الشخص بالكورونا. طريقه عمل اللقاح هذه انه هو يحفز الجسم علشان ينتج اجسام مضاده، اجسام مضاده ضد هالنوع او ضد البروتين، بروتين الفيروس، عشان لما اذا في يوم من الايام لا سمح الله تعرضت حق نفس الفيروس هذه، يكون جسمك جاهز لانه هو يتفاعل ويكافح المرض. نعم. نفسه. يعني دكتور اكيد في تساؤلات كثيره من قبل المشاهدين، كونك انت دكتور وايضا متطوع لاخذ هذا اللقاح، دائما يسالون هل هناك اعراض ممكن تظهر اعراض على الشخص نفسه؟ هل ممكن يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي؟ هاي الاسئله دائما يعني يتم تداولها بخصوص هذا الموضوع. شوفي انا رحت يوم الثلاثاء اللي فات، يعني اليوم خامس يوم او سادس يوم، اقدر اقول لك ان ما صادني اي شيء، حتى مكان الحقنه اللي كانوا يقولون فيها الم ما صادني اي شيء. يمكن ترى اللقاحات الاخرى اللي اخذناها قبل الانفلونزا او اللقاحات الاخرى صح، كانت تسبب بعض الالام وبعض المضاعفات الجانبيه او شويه ارتفاع في درجه الحراره، لكن يعني بصراحه ما صادني اي شيء الى اليوم. وأنا طبعاً حسب تعليماتهم لازم تقوم بتدوين المعلومات اليومية بشكل يومي. ما عندي أي أعراض جانبية بتاتاً. يعني أقول لك يعني يمكن التطعيمات الأخرى تطعيم الفلو يمكن يكون في شوية حرارة أو يكون شوية في ألم، بس الحمد لله هذا التطعيم ما حصل لي أي مضاعفات، أي مضاعفات أو أي أعراض، وتقدر تمارس حياتك بشكل طبيعي ما عدا التدوين اليومي اللي لازم تحطه حق حالتك. نعم. ورحت عملي في نفس اليوم، خلصت رحت عملي في نفس اليوم، داومت نفس اليوم، داومت بعد الظهر، داومت ثاني يوم، رحت عملت عمليات ثالث يوم. ما عندي أي مشكلة. ما في أي مشكلة. نعم دكتور، يعني في الختام لو نتكلم شوي عن الاشتراطات اللي لازم يتوفر فيها المتطوع. هناك عدة اشتراطات طبعا يجب تتوفر في الشخص المتطوع، وابتعاد عن بعض الأمراض المزمنة. صحيح، مثل ما قلت يجب أن يكون الشخص مثل تعليمات الفريق الوطني، يجب أن يكون الشخص
يعني أكبر من 18 سنة. أعتقد العمر الحد الأقصى غير موجود، لأن إذا كان الشخص بصحة جيدة ما عنده أي أمراض مزمنة ولا يأخذ أدوية، يعني مثلا حتى لو كان ضغط أو سكر، لكن الضغط والسكر كان controlled ما في أي مشكلة، أو أي أمراض أخرى تكون تحت السيطرة ما في أي مشكلة. هو بس زيادة في الاحترازات والتطمينات، ولو أن أنا في وجهة نظري أنه يعني ما بيكون في أي مشكلة لأي شخص إذا ما كان يشكو من أمراض مستعصية، أمراض مزمنة. أكيد يعني كل من يقدر يأخذ اللقاح بشكل عام من فوق 18 سنة، وما في حد أقصى أعتقد. وهذا اهتمام اللجنة أيضا أنه صح، يعني تطمنهم ان لو عندك اي اعراض او اي امراض مزمنه ممكن ان انت تجنب نفسك بعض الاعراض. ويتم عمل فحوصات دكتور صح قبل ما يدخل الشخص للتطوع، فهذه ايضا يعني راح اكيد طبعا في فحوصات متكامله، وفي فحص دم عشان يشوفون حتى الأجسام المضادة قبل وبعد إن شاء الله ما ينتهي مفعول اللقاح. أكيد طبيب الاستشاري دكتور أمين سعد، كل الشكر والتقدير على تواجدك معنا، سعدنا بتواجدك، منياتنا إن شاء الله لكم بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله هي فترة وتعدي بإذن الله. إن شاء الله مشكورين على الاستضافة، أتمنى الصحة والخير للجميع. شكرا لك دكتور. طبعا مثل ما قلنا لكم مشاهدينا في البداية، نواصل بعزم المملكة جعلت صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى، وسخرت كافة مواردها من أجلهم، ولابد على الجميع استشعار ما تقدمه من أجل الجميع. أكيد نشكرك دكتور أمين، سواء كان دكتور أمين السعاتي ولا غيره من المتطوعين، كانوا خير دليل على المجتمع البحريني الواعي واللي يحاول يقدم أي شيء لخدمة هذا البلد. أكيد إيمان، مشاهدينا تغير بالإجراءات الاحترازية مسؤولية وطنية تحتم على الجميع الالتزام بها لمواصلة التصدي للفيروس والتعامل معه في كافة مراحله بحسب الخطط الموضوعة حتى يتم القضاء عليه بإذن الله في أقرب وقت إن شاء الله. أكيد مشاهدين نطلع هذا الفاصل قصير، وبعدها رح نرجع لكم فقرة الديكور والأعمال اليدوية مع زميلتنا جمانة ذوادي، خلكم معنا. صباح الخير، رجعنا لكم من جديد مع فقرة الديكور والأعمال اليدوية. اليوم راح نقدم لكم فكرة جديدة وكالعادة مع الحرفي علي نجيب. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، مرحبا. أوكي، اليوم شو عندنا من عمل؟ الأسبوع اللي فات سوينا كرسي صغير، هاي الأسبوع شنو إن شاء الله راح نسوي؟ الأسبوع هذا راح نسوي قطعة ديكور مثل هذه، مثل هذه اللي موجودة هنا، عبارة عن مثل ما تقولين حامل شموع، ممكن استغلاله بشكل ثاني، مثلا نحط فيه زروعات أو ما شابه كقطعة ديكور تنحط على طاولة الطعام، الكوفي تيبل، السايد تيبل اللي هو في مثلاً غرفة القعدة، حتى في المكتب ممكن الواحد إنه يحطها يزين بهالمكان. فمتعددة الاستخدامات، وفكرتها طبعاً سهلة ويعني ممكن تنفيذها بدون تكاليف. مواد معادة استخدامها من مخلفات المنزل، مثل ما تشوفين مثلاً هني عندش الزجاجات هذه اللي مستخدمينها أنا مكان لوضع الشموع، معاد استخدامها من اللي هو زجاجات اللي هو الجبن. حلو. والخشب هذا بعد معاد تدويره، فكل شيء اليوم راح نستخدمه بيكون معاد تدويره، معاد تدويره على اساس نطلع في الاخير بنفس هذه القطعه. بنفس هذه القطعه. انزين، شنو اول شيء راح نسويه علشان نبتدي؟ ما يداهم الوقت. عندنا يا طويل العمر اللي هو نفس الفكره، نفس الحجم الزجاجات، جبت 3 وحدات هني. طريقة التنفيذ، أول شيء لازم أعرف حجم اللي هو الزجاجات. طبعاً هذا اللي هو النموذج يعني ما إليه قياسات محددة، ممكن الشخص بالمواد المتوفرة عنده في المنزل يقدر يحدد القياسات ويغيرها. حلو، لأنه ممكن حتى يمكن يستخدم ثنتين، أي زجاجة، ثنتين أكثر أقل، اللي فعلى حسب العدد أو حسب القياس. فمهم جداً الواحد يأخذ قياسات دقيقة إلى اللي هو السنتر بيس اللي هو اللي بيصيرون في النص. انزين، انا عندي هنا مثلا في حدود 29-30، الزياده افضل من الناقص. انزين، والعرض تقريبا في حدود 9.5 سنتيمتر. حلو. هذا لين اللي هو القطع الثلاث مع بعض. فانا مجهز القطع من البيت وجايبهم قصصين. اللي حاب اقوله ان هذا احد الاعمال اللي ممكن تنفيذه بالعده البسيطه جدا الاساسيه بدون الاحتياج الى اللي هو
العدة المتطورة أو الباور تولز. نفس الأسبوع اللي فات إحنا كنا مستخدمين نفس الأسبوع اللي طاف الأدوات المتطورة، وأنا اليوم أنت ما تحتاجني أعتقد. عقب ما عقب ذاك اليوم شو سويت فيك؟ الموضوع شوية يعني مور سمبل وسريع يعني على أساس تشتغل بروحك اليوم وبأدوات تخليش تشرفين على اللي هو الموضوع وتعطين رأيش طبعا إن شاء الله. إنزين، فالفكرة من اللي هو العمل هذا أنا أبغي المشاهد نفسه يجرب يسويه بنفسه في البيت، فحاولت أن أنا أبسط العملية قدر الأمكان. القطع مثل ما قلت ليش متغير قياسها بحسب حاجة الشخص بحسب الماتيريال اللي عنده. أنا ممكن يجيني زجاجات أكبر أصغر على حسب المتوفر عنده. أيوة في البيت. بالضبط بالضبط. فوصلت أنا إلى هذه القياسات اللي عندي الحين. إنزين، اللي أحتاج أسويه أن أنا أجمع اللي هو القطع. طبعا هو عبارة عن 5 قطع، قاعدة وأربعة أطراف. اوكي، قبل ما نبتدي في الشغل بس انا كنت ابي احنا بنحتاج اللي هو الزجاج او الكونتينر اللي بنحط فيه. ايوه بالضبط. بنحتاج اللي هو قطع الخشب، بنحتاج الجلو اللي راح نستخدمه. الجلو اي طبعا. ليش الجلو؟ الجلو هو اللي يجود الخشب. يعني هو اللاعب الاساسي في اللعبه كلها. ف شو اقول ليش؟ بس بيكون في بعد مسامير له بيكون في مسامير طبعا على أساس عشان له تثبيت اكثر. ف غير الجلو عندي مهم. انزين، احتاج الى المسامير علشان ان انا اثبتهم. انا ظاهر حسبتي شوي غلط فيها بس معلش بضبط الموضوع. يعني علي ممكن ان حتى المشاهدين اللي ما بيلحقون علينا اليوم او ما بيشوفون عمل اللي انت تقوم فيه ممكن ان هم يتابعونك على قناة اليوتيوب اللي شوي اليوتيوب كانت محطوطة على الشاشة. اي نعم، على اساس ان فيها اقدم فيها حلقات اسبوعية شرح، او يعني ما بقول شرح، انا احاول ان انا الهم الناس انهم يجربون يسوون الشغلات هذه. فيها الاعمال اللي انت قمت فيها بالضبط. وشلون ممكن انهم يطبقونها بشكل عام. بالضبط. اوكي، الحين نحاول ان احنا نلصقهم كلهم القطع مع بعض على اساس ان تطلع لنا نفس هذه الشكل في النهاية. ان شاء الله الصوت مو عالي. نثبتهم في بيكون كم؟ 4 مسامير من كل صوب. افضل يعني عشان يكون اللي هو متوازنين. الجلو ما بيكون كافي صح علشان انه يتم تثبيته. الاصل ان الجلو هو كافي. الجلو قادر على انه هو يربط القطع ببعضها لو مثلا حطيناها تحت ضغط معين، يعني في كلامبس مثلا وضغطنا القطع ببعضها نتركها مثلا 24 ساعة خلاص بيكون الجلو كافي انه هو يجود القطع الخشبية ببعضها، وممكن يكون اقوى حتى من الخشب نفسه المكان اللي هو اللي فيه الجلو. بس للسرعة مثلا او عشان نخلي القطعة ثابتة في محلها احنا نستخدم البراغي والمسامير. اوكي، لكن يعني مثل ما قلت اذا كانوا يبونه بعد يوم يشتغلون عليه ممكن انهم يستخدمون الجلو بروحه. اذا الواحد ما يبغى يترك اثار، يعني يبغى يترك العمل جميل مثلا كفينيشينج، ممكن بس جلو كافي. اوكي، هذه نقطة مهمة بعد. يعني هل ان بعض المسامير ممكن ان هي تشوه من المنظر العام حق القطعة؟ على حسب العمل، يعني انا مثلا اللي هو العمل الريسايكل الجميل فيه ما في شيء غلط. يعني حتى الدامجز الاشياء اللي ممكن يسويها الواحد بالغلط بعد هي تبقى حلوه مي قبيحه، يعني مقبول شكلها في النهايه لانه هو ريسايكل ويحمل عاده طابع اللي هو القدم، فما اتوقع انتين النتيجه المثاليه البيرفكت 100%. في طرق، فهذه من الشغلات اللي تشجع الواحد على انه هو يعني يجرب ويستثمر في هذه الهوايه. يعني انا ما بخسر شيء. إنزين، والخطأ اللي ممكن أن أنا أسويه ممكن يكون جميل، ممكن بعض الأخطاء تكون هي اللي محلية القطعة اللي أنا سويتها. بالضبط بالضبط بالضبط. يعني لو تفرين اللي هو القطعة هذه الجهة الثانية، أنا كنت حريص على أن أنا أحافظ عليها. أوكي، فيها بعض النتوءات. فيها مصايب. يعني فيها نتوءات واجد وتفاصيل أنا يعني كان بإمكاني أن أنا أخفيها نهائياً، او ان انا استخدم قطعه انظف من كذي، لكن انت حبيت ان هي تكون موجوده. حسيت انها شكلها جميل فحرصت عليها ان انا اخليها. فهذه ميزه ان الواحد يشتغل ريسايكل. انت مو مطلوب منك كشخص انك تنفذ عمل مثالي صح. زين، مطلوب منك انك تجرب تنفذ. متى ما نفذت عمل زين وحطيته في البيت انت بديت اول خطوه. وانا طبعا يعني مثل ما قلت ليش هذا العمل
بالأساسيات، قص الخشب بالمنشارة اليدوية العادية، إنزين، التجميع بالمطرقة والمسامير. المطرقة أسعارها تبتدي من دينار، دينار ونص، دينارين، وانت رايحة لفوق. المنشارة نفس الشيء، دينارين ثلاثة، وانت رايحة لفوق. يعني العمل الكامل ما بيكلفني أكثر من أكثر من، ما نتحكي عن 10 دينار. يعني 10 دينار الواحد هيئ إلى نفسه الأدوات الأساسية اللي من خلالها يقدر ينفذ العمل. إنزين، ف شو اللي أقدر أقوله؟ عشان الواحد يبتدي هذه الهواية ما يحتاج إلى تكاليف واجد، مصاريف واجد، وفي نفس يقدر الوقت يبتدي بالأشياء الأساسية، وبعدين يقيس الواحد على نفسه. يعني أنا إيش قد أبغي أتطور مثلا في هذه الهواية؟ هل أبغي أروح مثلا إلى مستويات أعلى مثلا فيها ولا لا؟ طبعا البوكس الحين جهز بالشكل هذا، أنا بس أبغي أضيف على البوكس. صار نفس دي بالضبط؟ نفسه بالضبط، بس يعني هذاك خليت فيه مثلا هاندلز. هني يجي مسألة الاكسسوريز، يعني اللي ممكن الواحد يضيفها إلى الأشياء، الإضافات اللي ممكن أنه نضيفها يعني وتزيد من جمالية. أيوة، أنا ممكن أضيف متل مثلا، بيسز، هاندلز. هني مثلا أنا حاب أن أنا أحط اللي هو استخدمت الحبل، الحبل كشكل كتغيير. يعني هذه شكل غير عن اللي موجود، حبيت أن أنت تلفه. أي أسوي بهالطريقة هذه. الحبل هذا يعني مثل ما تقولين يعطي كونتراست، أو يعني لون ثاني مع العمل. ومثل ما قلت ليش، يعني هو الخيال هو حد اللي ممكن يوصل إلى الشخص، يعني أو خيالك هو اللي راح يقود في النهاية بالضبط القطعة. بالضبط. يعني علي أبي أسألك، لو حبينا أن احنا نقدم هذه القطعة كهدية، لكن عندي مثلا مثل ما ذكرنا من شوي ممكن المسامير تكون ظاهرة، شو ممكن أن أنا أسوي لها التغطية اللي يعني تخليها تكون أجمل وأحلى؟ إنزين، طبعا في مسامير اللي هو finishing nails اللي هو ما يكون في رأس مثلا. إنزين، فما بتكون من تضربينا يعني يدخل داخل مثلا وخلاص، ممكن مكانه في فيلر مثلا الواحد يقدر يستخدمه ويغطي. حلو. من الحيل اللي ممكن يستخدمها الواحد انه مثلا يخلط الجلو مع الغبار مال الخشب. انا لما اقصص يطلع عندي غبار ناعم، فاسوي خلطه غرة ويا الغبار، انزين، واغطي بها مكان اللي هو المسمار. اوكي، فمو قاعد اتخيل، انا قاعد اتخيل الحين شلون انت قاعد تسوي الخلطه ما بين خلطه سحريه الغبار. بس ما ثانيه لازم تراويننا يعني، حتى لو في فيديوهات بسيطه ممكن ان نعرضها على اساس ان المشاهدين يعرفوا. ان شاء الله. زين، الحين اكتمل شكلها النهائي. اكتمل الشكل. ما بتسوي لها هاي يعني انا قلت اغير عن الشكل هذاك، عندك الشكل هذا. انزين، اللي سويته ان انا سويت له حفر ثنتين، دخلت الحبل من جهتين وربطته فصار هاندل. ممكن حتى ان الواحد مثلا، شفتين الهاندلز مال الدراورز؟ اوكي، المقابض هذا لين ممكن يروح واحد يحط اثنين صح كشكل للشيل والحط. حتى ممكن اذا كانوا يبون يخلونها من صوب واحد والصوب الثاني ممكن تكون في كتابه، ما في خيار او كتابه، ممكن مثلا يطبعون عليها شيء معين. بالضبط. فهي بهالشكل هذا تكون مكتمله. ممكن مثلا انا احب اضيف عليها صدف، الإضافات اللي داخل كل واحد عاد وحسب كل واحد ومزاجه شي يحب. بعضهم بيحطون شموع مثل ما موجود عندنا هي، بعضهم ممكن يحطون الصدف، ممكن أخليه حتى حق الزرع. ممكن حق زرع، ممكن يعني مرة شفت في مطبخ مثلا مسوين بنفس الطريقة هذه، حاطين فيهم اللي هو ملاعق الطبخ دلين الخشبيين، فبعد كان شكلها حليو. صح، والبنات يمكن الحين يفكرون بعد حق الميك اب، فرش الميك اب، فرش الميك اب مثلا ممكن احطها في مكتب مع الاقلام. دائما نقول الحاجه ام الاختراع، يعني انا حاجتي شنو؟ انا محتاج اليوم الى منظم مثلا اللي هو فرش الميك اب. صح، هذه جديده الحين، انا مو من حاجاتي انا على الاقل. نور طبعا. انزين، هذه من حاجاتك انت ممكن تكوني فاهم فيها. فبما ان هذه حاجتي، انا ابتكر شيء يؤدي الغرض اللي انا محتاج اسوي اليه. حلو. فهذا العمل بالشكل هذا. ارجع بس ابغى اكد على شغله. لازم كل واحد يجرب مهاراته، قد يكون في الشخص موهبه او شيء ما يعرفه عنه. انا نفسي ما اعرف عن موهبتي هذه اذا ما جرب، فلما اجرب ان انا انفذ هذا الشيء بيشجعني ان انا اواصل واكتشف في نفسي مهارات جديده. العمل جدا بسيط، هذا العمل اللي الحين نتكلم عنه بسيط جدا. العدة اللي ممكن الواحد ينفذ فيها مثل ما قلت ليش 10 دنانير توفر ليش العدة بالكامل اللي تحتاجينها، وممكن أشياء إضافية. أنا يمكن من الشغلات اللي بعد ما ذكرتها
سوري لأن كنت مشغول وأنا أنفذ. إنزين مهم إن الواحد يكون عنده شريط قياس. أوكي على أساس إنه يعرف المقاسات. إنزين عشان يعرف القياس. المقاسات ترى تلعب وايد دور لأن بالضبط. إذا أنا سويت أصلاً خطأ في القياس ممكن إن العمل كامل يكون مو صح. بالضبط. فشريط القياس مهم إن الواحد يحدد القياس حتى المكان اللي أنا بحطه فيه مثلاً أنا عندي طاولة كبيرة. إنزين ما راح أحط شيء وايد هذه يعني بتكون ضائعة فممكن إن أنا أضاعف بدل ثلاثة أحط ست اللي هو زجاجات. إنزين. متر القياس القلم الرصاص انا ما افترض ان في كل بيت في قلم رصاص انزين ممكن الواحد يستثمر في زاويه لمعرفه اللي هو دقه زوايا وقت القص حتى انه هو يعرف دقه خطوطه وقت اللي هو بيقص هذه عقب ما يصير بروفيشنال احس انه بيحتاج هاي هذه مهمه جدا انا اعتبرها من اهم الاساسيات وفي شغله مهمه بعد احنا نسميه ستاندينج بيبر ورق الصنفره قرطاس شامي لا اكثر من اسم يتم استخدامه بعد ما يتنفذ العمل زين او حتى في مراحل معينه اذا مثلا في عندي زوايا صغيره أوكي. مهم جدا ان انا امر على الخشب وانعمه علشان وش لو في شظايا لو في اشياء تروح هذه ويعطي ملمس اكثر نعومه ويقلل يعني هذه الخطوه يسوونها قبل ولا بعد انا الصراحه يعني انا في عقدة من الخشب لان وايد الشظايا يعني تكون مؤذيه فهاي الخطوه يسوونها قبل ما يشتغلون على الخشب اثناء التنظيف هو يعتمد يعني من عمل لعمل من مرحله لمرحله يعني انا مثلا عندي هذا العمل مثلا نظفته قبل لا اجمعه زين ليش علشان اللي هو اولا سلامتي زين انا ما ابغى اسوي لروحي اصابات شوكه دش لي في ايدي وانا قاعد اشتغل هني انزين ثانيا اللي هو عندش مثلا في زوايا داخليه صعب ان انا ادخل داخل وانظفها ايه فمن البدايه يكون افضل من قبل انزين وبعدين جيت جمعته في مثلا عندي اعمال مثلا سيرفس خارجي مثلا ما بحتاج ان انا انظفها بالكامل بعد ما اجمعه كامل قطعه كبيره مثلا امشي عليها بالكامل والعمليه اليدويه سهله انزين بس بعد ممكن الواحد مثلا يروح له تولز معينه اللي هي توفر عليه جهد ووقت بس بعد كمبتدئ كواحد يحب يدش الهواية هذه يروح للأجهزة أو الأدوات الأساسية اللي البسيطة النجار التقليدي اللي يستخدمها لا يدش في اللي هو الشغلات اللي هو المطورة مرة واحدة لا يشتري أغراض وبعدين يكتشف أنه مثلا مو قادر أنه يستفيد منهم حلو يعني علي يعني أنت ذكرت أن عندك ومتواجد بشكل فعال في السوشيال ميديا بشكل عام وتلتقي مع الناس ويعرفون أن أنت تعمل في هذه المجال ودائما تقوم بإعادة تدوير والقيام بأعمال حرفية شنو يعني ردة فعلهم هل تحسهم أنهم يتحمسون أنهم يسوون مثل ما أنت تسوي أو يمشون على نفس هذه الخطة يعني جزء كبير يعني أنا يعني بعد ما مثلا سويت قناة اليوتيوب استمتعت بأن الناس قامت تتفاعل وياي تسأل أكثر اللي هو من وين أقدر أجيب هذه العدة من وين أشتري هذه العدة ليش هذه أفضل من هذه شنو الأفضل ف شوفي عموما احنا البحرينيين شعب مبدع شعب يخلق من شيء من لا شيء يحب اللي هو الشغل يحب العمل الانتاج الابداعي فانا كل دوري ان انا اقدم دفعه اليهم يعني يمكن في المرحله هذه انا مو قادر ان انا اقدم دروس بشكل كامل ان اشرح للواحد شلون اللي هو يسوي بس انا اشجعك انت لما تشوف القطعه هذه وتشوف ايش قد انها سهل ان تنفيذها انت مثلا جمانه تروحين البيت اليوم والله تجربين تسوينها اذا ما كلفتني يعني 10 دنانير اللي هو المعدات الاساسيه فشو الخلل ان انا اسويها بنفسي بينما انت لو رحتي مثلا الى محل ديكورات بتلاقين تكلفتها وبشوفها جاهزه اصلا حتى يعني مو يعني هو وايد سهل انا يعني كل اسبوع وياك قاعد اشوف انه هذه القطعه اللي ممكن احنا نشتريها مباراه تكون سهله وهو شيء بسيط انه ممكن نسويه دائما اقول الشغله قيمه الهاند ميد اللي هو الصناعه اليدويه دائما افضل واحلى الصانع ايا كان الصانع الرسام النجار الحداد اي شخص يصنع شيء بايده ينقل جزء من طاقته وروحه الى القطعه اللي قاعد ينفذها اللمسه توصل ففيها احساس غير فيها لمسه غير حتى اللوحه انت لما تشترين لوحه برنتد مثلا وتجين تعلقينها غير لما يجيش عمل فني حقيقي منفذ بايد فنان تحسين في طاقه غير في روح من الفنان انتقلت الى اللوحه هذه ومن اللوحه الى منزلك فمن كذي انا اشجع الناس انهم do it yourself سوها بنفسك جرب ما في خساره وخاصه انا الحين احنا نعيش في ظروف مستثمر ظروف الكورونا الناس قاعده نعم. في بيوتها فما عندها شيء تسويه يعني ليش ما تجرب تستثمر الوقت موجود وليش انا دائما اشجع على خيار اللي هو اعاده التدوير انت ما راح تخسر شيء ما راح تكلف الماتيريال الموجوده زين كل اللي عليك تسويه تشيلها من اللي هو
من الشارع من اللي هو أي مكان إنزين وتعال جرب فيها إن سويت شيء ممتاز إنزين كان لك فخر إنك تحطها في بيتك كقطعة ديكور تتباهى بها وتستعرضها قدام الناس. إذا ما نجحت العملية جرب مرة ثانية ومن كذي بعد أنا أكد ليش لا ليش إن الواحد يأخذ اللي هو العدة الأساسية. يمكن الواحد مع الوقت ما يشوف نفسه في الهواية هذه ما يشوف عنده القدرة إنه هو يواصل في إنتاج شغلات من هالنوع من المنزل فيبتدي بالأساسيات حلو. حس إنه هو عنده القدرة وعنده الرغبة إنه هو يطورها لا يروح لشغلات أكبر. كل شيء كل إنسان يبتدي أول شيء يعني المرحلة الأساسية وبعدها داخل الحماس علشان إنه هو إيش يبغى ينتج بشكل صح. أسرع وهذا حلو. إنزين علي أنا بأسألك يعني مثلا في مواسم الصيف الناس يروحون البرتشة دائما فبرك السباحة بشكل عام هل ممكن إن أنا أستخدمه فوق الماء؟ يعني الحين وايد يصير في اللي هو ستايلات حق التصوير الديكورات بشكل عام. خلي بعيد عن الماي شوي خلي على الطاولة اللي جنب البول. أوكي ما يصير ما في مثلا يعني شغلة معينة أو مادة معينة ممكن أن أستخدمها مع هذا الخشب على أساس أنه يكون ملائم. أنا يعني ما أفضل يعني الخشب والماي مو يعني علاقة يعني صحية ما بينهم. لأن شكله حلو لا نبي إحنا نبي نستفيد منه أكثر شيء ممكن. يعني ممكن يعني كحماية للي هو الخشب في أكثر من طريقة بس يعني ما بتعطيش الحماية المتكاملة ويعني إذا أنتينا أرجع وأقول ليش يعني إذا قطعة تعبانة فيها وحبتها ما تبغين تخسرينها. لكن إذا أنا مستغنية عنها وبسويها ممكن أنا أحطها وتقدرين تسوين 10 وحدات غيرها فعادي ممكن تخلينها. الإيبوكسي مؤخرا اللي هو المادة الإيبوكسي أشوف اللي هو الصناع اللي هو على مستوى العالم بعد ما أتكلم ليش عن مستوى البحرين صايرين يتوجهون إلى طلاء الخشب بالمادة هذه لأنها تشكل عزل تام إلى المادة من اللي هو العوامل الخارجية حلو. وهو عبارة عن خليط مادتين تخلطينهم مع بعض ويشكل لش طبقة تعزل اللي هو الخشب عن حلو طبعا الرطوبه والماء اكيد طبعا يعني الحرفي علي نجيب نورتنا شكرا اشكرك على تواجدك معي اليوم وكل اسبوع يعني شكرا ان شاء الله عمل جميل قمنا فيه بوقت بسيط وبتكاليف بسيطه يعطيك الف عافيه الله يعافيك يا رب تسلمين يا اختي. طبعا مشاهدينا لقاءنا يتجدد معاكم الاثنين القادم اما الحين خلونا نكمل معاكم فقرات البرنامج ولكن بعد هذا الفاصل. عودة لكم من جديد مشاهدينا وشكرا للزميلة جمانة دواد اللي دائما نستمتع بفقرتها بالديكورات الخفيفة. صراحة أنا استانس لأن كل مرة يعني في هالفقرة تعطيني جمانة فكرة جديدة أسويها. حبيت إن أنا أحط الغراش الزجاج أحط فيهم فراش المكياج. أشي بسيطة ولكن أنت تستثمرينها بشكل صحيح. نستعملها بشكل يومي. زين هذه فرصة جديدة إن أنت يعني مستقبليا بعد عمر طويل إن شاء الله. إن شاء الله. بعد التقاعد إيمان. إيه؟ ممكن تكون هواية من هواياتك. طبعا ليش؟ فكرتي في هواياتك بعد التقاعد؟ والله. ما فكرت في التقاعد عشان أفكر في هواياتي للحين بس إن شاء الله بفكر فيها. أتوقع لازم الواحد يحط له بلان عقب التقاعد شنو بيسوي يعني شنو الأشياء اللي راح يشتغل يعني في أشياء أكيد كان خاطرك تسوينها في هذه الفترة لما تيجي فترة التقاعد يصير عندك وقت يصير عندك فرصة إن أنت تأخذين تستغلين الوقت إن شاء الله بفتح لي محل كوفي. زين فكرة التقاعد أو مرحلة التقاعد فرصة جديدة مثل ما ذكرنا أنا وإيمان لممارسة الهوايات القديمة اللي أهملت بسبب ضغوط المهنية في التقرير التالي نموذج يحتذى به خلينا نشوف وراجعين لكم. تعتبر مرحلة التقاعد فرصة جديدة لممارسة الهوايات القديمة اللي أهملت بسبب الضغوط المهنية وعلى هذا النهج صار المصور الفوتوغرافي حرز البنكي. طبعا أخوي اللي أكبر مني هو هاوي تصوير فابتديت أتعلم منه بعض الأشياء أتعلم منه وبعدين طبعا أنا سباقته طبعا أول كاميرا اشتريتها كنت أيام المدرسة يسمونها 120 الحجمها 120 يعني الرول فليكس اسمها هي. الفترة اللي كنا فيها في أيام الطلاب ما كان عندنا مثلا مدخول معين فمدر كنا نشتغل في الصيف من نحصل راتب اللي في بالنا تروح نشتريه يعني.
استخدم المصور حرز البنكي هوايته كوسيلة لقتل الفراغ وتكوين علاقات اجتماعية جديدة، إلى أن أصبحت هذه الهواية حرفة ومصدر رزق. هو طبعاً العودة للتصوير بعد التقاعد هو يعني كأنك انت راد إلى حياتك، يعني لأنك انت الهواية هي شيء تحبه يعني، فأنت رجوعك لا هذه انت يعني كأنك رجعت لحياتك يعني، بس تقبل اللي حواليك هم هذه الصعبة يعني. طبعاً الأهل في مسألة وبعد التصوير عندنا وكاميرات وأقراب وإلى آخره، فهذه كانت شوي فيها مشكلة، بس من يصير فيها التصوير في يصير في يعني مبالغ الدش تصير يعني كأنها مهنة تصير يعني. في عام 2014 كان حرز من ضمن العشر مصورين اللي حققوا الفوز للبحرين بكأس العالم للتصوير الفوتوغرافي، وهذا الفوز كان حافز لاتخاذ خطوة جريئة في عالم التصوير وهي إصدار كتاب سبح الكهرمان. هني أنت تبتدي يعني لازم نوعية الصور اللي تطلعها تكون مختلفة يعني، طبعاً بيعاز من شخص ثاني عنده هو اللي يجمع المسابيح، إن خلنا نبتدي نسوي يعني كتاب عن سبح الكهرمان، حتى تسميته حلوة يعني، اسمه سبح الكهرمان غزل. قصة المصور حرز البنكي تثبت لنا أن الدخول في التقاعد لا يعني عدم القدرة على العطاء، فالكثير من المتقاعدين مفعمون بالحيوية والنشاط ويمتلكون من المعارف والخبرات ما لا يمتلكه غيرهم. كل الصور هي تصير كأنك يعني كأنهم عزيزة عليك يعني، إلا الصورة اللي خلفي هذه هي صورة من ضمن الصور اللي انباعت إلى 9 مرات يعني، واللي وراي هي العاشرة الحين، فهي وايد أعتز فيها لأنها حسيت إنه وايد تقبل لها. وبهذا التقرير مع حرز البنكي المصور أكيد اللي فكر يعني يمتهن مهنة التصوير من بعد التقاعد، نكون وصلنا مشاهدينا لختام حلقة اليوم. إن شاء الله نشوفكم باكر في حلقة جديدة بمواضيع جديدة، ومع السلامة. في أمان الله.